كل التفاعلات التي تعاملنا معها للآن كانت بشكل حرف صغير a وتعني عدد مولات الجزيء a حرف كبير وهو الجزيء زائد حرف صغير b مولات الجزيء b الحرف الكبير، وكانت تتفاعل لتعطينا الناتج أو النواتج. لنقل أن هناك عدد من النواتج، يمكن أن نحصل على عدد من الجزيئات كما نريد. لنفرض C مول من الجزيء C زائد D مولات من الجزيء D، والفكرة هنا هو أننا سرنا في اتجاه واحد. وإذا قمنا بعمل مخطط لهذا ومجرد مراجعة الفيديو الحركة الذي قمنا به مسابقا في هذا التفاعل أو كيفية سير هذا التفاعل، حسنا هذا المخطط، هنا لدينا حالة طاقة عالية، حالة طاقة عالية، لدينا حرف صغير a مولات من الجزيء a زائد حرف صغير b مولات من الجزيء b حرف كبير، ولدينا بعض طاقة التنشيط، ومن ثم لدينا حالة أكثر استقرارا أو مستوى أقل من الطاقة، حيث c مول من الجزيء c زائد d مولات من الجزيء d، وبالطبع هناك بعض طاقة التنشيط هنا. مرة أخرى إذا وصلنا إلى هنا فمن الصعب العودة للخلف، لهذا إذا عدنا ونظرنا إلى هذا، إذا كان لدينا ما يكفي من A و B سيكون لدينا فقط الجزيئات من C و D وسنسير في هذا الاتجاه، لكن هذا ليس ما يحدث في الحقيقة. حسنا، يمكن أن يحدث هذا أحيانا في الحقيقة بحيث أن التفاعل يسير في اتجاه واحد، لكن في كثير من الحالات التفاعل يمكن عمليا أن يسير في كلا الاتجاهين. إذا يمكن كتابة بدلا من تفاعل في اتجاه واحد يمكن كتابة تفاعل في اتجاهين هكذا، وأتمنى عدم حدوث أي ارتباك لديكم من هذه الأحرف. هذه عدد المولات A B C D أو نسب الجزيئات التي نضيفها بالحرف الصغير، وأعتقد أنها مألوفة بالنسبة لكم. لنفرض أن لدينا A مول من الجزيء A زائد B من الجزيء B، وهي تتفاعل لتعطينا سي مول من الجزيء سي زائد دي مول من الجزيء دي. أحيانا التفاعل يسير في كلا الاتجاهين، ولعمل هذا لإظهار تفاعل متوازن نستخدم هذه الأسهم التي تشير في كلا الاتجاهين بهذا الشكل، وهذه تعني هذه ستتحول إلى هذه، لكن بنفس الوقت بعض من هذه ستتحول إلى هذه، وعند نقطة معينة سنصل إلى حالة من التوازن عندما يسير معدل تفاعل الجزيئات في هذا الاتجاه ويساوي لعدد الجزيئات التي تسير في الاتجاه العكسي، سنصل إلى نوع معين من التوازن، التوازن equilibrium. الآن لماذا يحدث هذا ولما يحدث هذا؟ يمكن التفكير في هذا إذا رسمنا مخطط الطاقة مرة أخرى، ربما كلا هذه لديها نفس أو لديها حالات طاقة غير مختلفة بشكل كبير، ويمكن أن يكون هناك أسباب أخرى، لكن هذا أول شيء خطر في بالي، لا أدري لماذا. ربما حالات الطاقة تبدو شيء كهذا، على هذا الجانب لدينا A زائد B، ومن ثم نريد بعض طاقة التنشيط، ومن ثم ربما C زائد D، ربما هي أقل بقليل وليس أقل بكثير. إذا ربما من الأفضل أن نسير في هذا الاتجاه لأن هذه حالة أكثر استقرارا، إذا هذه A زائد B لكن هنا لدينا C زائد D، لكن ليس من السخف أن نسير في هذا الاتجاه أيضا، إذا معظمها سوف يسير في هذا الاتجاه. إذا كم كان بعض الجزيئات هذه، إذا كان بعض من هذه الجزيئات فقط لديها الكمية الصحيحة من الطاقة يمكنهم التغلب على طاقة التنشيط هذه ثم تعود إلى الوراء إلى هذا الجانب منه، ودراسة هذه تسمى التوازن أو الاتزان، حيث ننظر إلى التركيز من الجزيئات المختلفة وفقط للمقارنة مع الحركية. الحركية هي مدى سرعة حدوث هذا أو ماذا يمكن عمله لتغيير التنشيط، هذه الحدبة هنا. التوازن هو دراسة ماذا ستكون التراكيز من الجزيئات المختلفة التي تنتج بالنهاية عندما يسير هذا التفاعل في هذا الاتجاه مساويا للمعدل الذي يسير في هذا الاتجاه. وللتوضيح، التوازن هو حيث المعدل الذي يسير في الاتجاه الأمامي يساوي المعدل الذي يسير في الاتجاه العكسي، لا تعني أن التراكيز الطرفين هي متساوية، أبدا أبدا، ربما تنتهي ب 25% من تركيز المحلول النهائي A و B وهنا 75%. كل ما نعلمه هو عند نقطة معينة نصل إلى التوازن، وهذا يعني هذه التراكيز لن تتغير بعد ذلك، وسأعطيكم مثال ماذا أعني بهذا. يمكن كتابة
لنرى ما هذه هي في الواقع عملية هابر، يمكن كتابة غاز النيتروجين زائد ثلاثة من غازات الهيدروجين أو غاز الهيدروجين كلها في الحالة الغازية. حسنا، عمليا هذا تفاعل متوازن. اثنان مول من الأمونيا هو الناتج، وتسمى عملية هابر أو هابر. يمكن التحدث عن هذا في الفيديو اللاحق. في هذه الحالة يمكن القول A هي واحد، نعم A هي جزيء النيتروجين، B تساوي ثلاث، B هي جزيء الهيدروجين، ومن ثم C هي عدد المولات من الأمونيا، و C هي جزيء الأمونيا نفسه. أريدكم فقط أن تدركوا هذا، هذا فقط وسيلة لوصف المجموعة الكاملة من التفاعل. الآن المهم في تفاعلات التوازن هو يمكن تحديد ثابت يسمى ثابت التوازن، وسندخل إلى هذا العالم الشائك والمعقد نوعا ما. ويعرف ثابت التوازن، سأغير الألوان لأستخدم الأزرق الفاتح كثيرا. ثابت التوازن يحدد ب نأخذ النواتج أو الجانب الأيمن من المعادلة، لكن إذا كان يسير في كلا الاتجاهين يمكن أن نسير في أي اتجاه. حسنا، لكن نقول أن هذا هنا الاتجاه الأمامي يسير من A زائد B إلى C زائد D. إذا نأخذ النواتج، نأخذ التركيز للنواتج ونضربهم ببعضهم البعض C في D، ونرفعها إلى نسب المولات التي أو الخاصة بها. إذا في هذه الحالة C التركيز لـ C سيكون C مرفوع للقوة C، والتركيز لـ D مرفوع للقوة دي الصغيرة. وعندما نتحدث عن التركيز ستكون الوحدة مستعملة هنا، وهي الأكثر شيوعا في كتب الكيمياء، تعلمونها وحدة التركيز ستقاس بالمولية، هذه مولاليتي أو مولاريتي، وهي تساوي مول لكل لتر، مولاريتي وهي تساوي مول لكل لتر. قبل عدة فيديوهات عندما تعلمنا ما هي المولية قلت في ذلك الوقت مول لكل لتر، لم أحب هذا كثيرا لأنه الحجم للسائل أو للغاز يمكن أن يتغير، الذي نتعامل معه يعتمد على درجة الحرارة، لذا لم أرغب باستخدام المولارية. لكن في هذه الحالة، في حالة التوازن، ثابت التوازن يمكن أن يكون صحيح لدرجة الحرارة المعطاة. ونحن نفترض أنه يقاس عند درجة حرارة معينة، وسأريكم كيف نستخدمه خلال ثواني. لكن هذا يعرف بالتركيز للنواتج مرفوع للقوة عدد المولات لكل منها. وأيضا إذا كان هناك زمن، وربما سأقوم بهذا في الفيديو التالي، والسبب وراء رفعها للقوة عدد المولات، تقسيم تراكيز المتفاعلات A أو الأشياء في الجانب الأيسر في تفاعل التوازن. إذا A إلى القوة A تقسيم B للقوة B. والمثير للاهتمام في هذا، وهذا مبسط قليلا لأنه هذا لا ينطبق على كل التفاعلات، ولكنها ستكون صحيحة لأغلب الأمثلة المتواجدة في كتب الكيمياء في حالة الاتزان، لأنه حالما نشأ ثابت التوازن هنا أو ننشئ ثابت التوازن هنا عند درجة حرارة معينة، سيكون صحيح فقط لدرجة حرارة معينة، ومن ثم يمكن تغيير التراكيز، فسنكون قادرين على التنبؤ ماذا ستكون هي التراكيز الناتجة. سأعطيكم مثال. إذا لنقل بعد عمل تفاعل الاتزان هذا عمليا، وحتى نصيب الفكرة بالصميم، لنأخذ تفاعل عملية هابر ونكتبها بنفس الشكل. إذا أردت أن أكتب ثابت التوازن لتفاعل هابر، أو إذا أردت حساب ثابت التوازن، سأجعل هذا التفاعل أن يصل لدرجة حرارة معينة. إذا هذا صحيح لنفرض أننا نقوم بهذا عند درجة حرارة الغرفة وهي 25 درجة مئوية. إذا ما سأفعله هو أخذ النواتج، إذا الناتج الوحيد هو الأمونيا الـ H3 مرفوع للقوة عدد المولات، وهي هنا 2 2 H3، نعم. إذا نرفع هذا للقوة 2. إذا هذا ما نحصل عليه، نقسمه على كل المتفاعلات. إذا مول من النيتروجين، إذا سأضع فقط تركيز النيتروجين، زائد 3 مولات من الهيدروجين. أو لا 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 لا، ضرب، لا يجب كتابة زائد هنا، هي ضرب. إذا ضرب الهيدروجين ونرفعها للقوة الثالثة، لأنه لكل مول من النيتروجين
لدينا 3 مول من الهيدروجين ومن ثم 2 مول من الأمونيا في الناتج. وإذا أردت حساب هذا، تذكروا عندما وضعت هذه الأقواس أنا أجد التركيز، إذا يجب إيجاد المولات لكل لتر، وأحيانا نقول المولية لكل من هذه الأشياء، وسنحصل على ثابت معين. إذا غيرته هنا يمكن حساب الباقي. إذا لنقوم بالمثال الآن، إذا لنقول أنه لدينا 1 مول من الجزيء A، سأستخدم نوع آخر، لنقول لدينا 1 مول من الجزيء A، نعم، زائد 2 مول من الجزيء B، وهي في توازن أو في اتزان مع 3 مول من الجزيء C. سي، ولنقل حالما نكون في اتزان، إذا نحسب التراكيز ونجد هذا. حسنا، تركيز A يساوي 1 مولية، تركيز A يساوي 1 مولية بالافتراض، وهذا يساوي 1 مول لكل لتر، هذا تركيز A. ونجد حالما نكون في الاتزان في التوازن، تركيز B يساوي 3 مولية على الافتراض، على افتراض أنها 3 مولية، نعم، 3 مولية، حسنا، ويعني 3 مول لكل لتر. ونقول حالما نكون في الاتزان، تركيز C يساوي C يساوي فاصلة، على سبيل المثال فاصلة، حسنا، لا أريد تعقيد الأمور، يعني نقول يساوي 1 مولية أيضا. يجب التخلص من الفاصلة هنا لأنها ليست 1 بالعشرة مولية، إذا هي 1 مولية. وإذا أردنا حساب ثابت التوازن للتفاعل هذا، سأستخدم لون آخر، نأخذ سي، تركيز سي، لنرى ثابت التوازن يساوي كي اي كيو، ثابت التوازن يساوي تركيز سي للقوة 3، نعم، هي هنا 3، تقسيم تركيز A للقوة 1، لأنه لدينا فقط 1 مول من A لكل 3 من C و2 من B، ضرب تركيز، سأغير اللون، B للقوة 3. وإذا أردنا حساب هذا، تركيز C هو 1 مولية، 1 نرفعه للقوة 3، تقسيم تركيز A وهو 1 مولية أيضا، ضرب تركيز B وهو 3 مولية للقوة 3. إذا هذا يساوي 1/27. وهناك عدة أمور يمكن أن نفكر بها. حقيقة أن هذا أقل من واحد، ماذا يعني هذا؟ حسنا، هذا يعني التركيز للمتفاعلات هنا هو أكبر بكثير من تركيز النواتج، حيث بينا أن النواتج هي أي شيء في الجانب الأيمن. إذا حالما التفاعل هذا يحصل إلى التوازن، ما نزال على اليسار مع المزيد من هذا أكثر من هذا، ولأننا في اليسار مع الكثير من هذه، ثابت التوازن سيكون أقل من واحد، وهذا يعني أن التفاعل يفضل هذا الاتجاه، يفضل الاتجاه العكسي أو الخلفي بهذا الشكل، نعم. فكروا بهذا، لأن هناك الكثير من هذه هنا، هذا يجب أن يحدث أكثر من التفاعل من اليسار لليمين. من اليسار لليمين قد يكون اتجاه صغير هكذا، بينما يحدث هذا أكثر، ولهذا نجد تفاعل أكثر هنا، وهذا يتسبب في أن يكون ثابت التوازن أقل من واحد. من ناحية أخرى، إذا كان ثابت التوازن أكبر من واحد، كي إكوليبريم أكبر من واحد، هذا يعني أن هذا البسط هو أكبر من المقام، وهذا يشير إلى أن هناك تركيز أكثر حالما نكون في توازن. سينتهي بنا الحال بالكثير من الأشياء في اليسار، نعم، إذا هذا يعني التفاعل سوف يسير في الاتجاه الأمامي. الشيء الآخر المهم هو يمكن إيجاده لاحقا، حسنا، ماذا يحدث إذا أضفنا مول آخر من A إلى التفاعل؟ مول آخر من A إلى التفاعل، إذا لنقل أضفنا بعض من A للتفاعل، أضفنا بعض التركيز من A، 1 مول،
إذا لأن A الجديدة تساوي، أو الآن A الجديدة تساوي 2 مول. لنقل الآن أن بي الجديدة، نضيف بعض من بي، لنقل نريد حسنا في الواقع يمكن إيجاد العلاقة بين، في الواقع بدل أن أخوض في هذه الحالة حيث نغير التركيز، سأقوم بهذا في الفيديو التالي لأنني أدركت أن الوقت على وشك الانتهاء، لكن على أمل أنكم حصلتم على فهم جيد لثابت التوازن وما يدور حوله وكيفية قياسه أو كيفية تعريفه، وفي الفيديو التالي سنتحدث قليلا عن كيف يمكن أيضا أخذ أمثلة عليه. إذا كان أقل من واحد هذا يعني أن التفاعل الخلفي أو العكسي هو المفضل، وإذا كان أكبر من واحد التفاعل الأمامي هو المفضل. في الفيديو التالي سنفهم لما يعرف بهذا الشكل أو بهذه الطريقة، مقابل لنقل هذه الطريقة أو الشكل بديهيتي تقول لما هذا ليس 3 أضعاف من تركيز سي مثلا بهذا الشكل، تقسيم 1 ضرب تركيز A زائد 3 أضعاف تركيز بي. هذا قد يكون أكثر بديهية بالنسبة لي لكن هذا ليس صحيح، هذا هو الثابت بغض النظر عن كيفية تغير تركيز المتفاعلات المختلفة. حسنا، إذا ربما سنتحدث قليلا لماذا هذا صحيح وليس هذا، أراكم في الفيديو التالي.